بكثير من الجهد المصحوب بالأمل يمضي المزارع عبد الكريم في العمل بطريقة جديدة في الزراعة في منطقته، فزراعة الأنفاق أو ما تسمى أيضاً البيوت البلاستيكية المصغرة بدأت بالانتشار في الرقة خلال السنوات الماضية على الرغم من التكاليف الباهظة. أيوة، المميزة هذه نزرعها قبل الشمس تنطينا محصول أبكر وتنطينا محصول زين، ننزله على سوق الهال. اليوم بدنا ندعم سماد، بدنا ندعم يوريا، وهني تنطينا محصول زين. يعني تواخذني اذا ما دعمنا الدون ما ينطينا، الدون من يحوش تقريبا كوسه، اذا دعمنا الدون يوصل فوق ال 25 صرغه 30 صرغه. مصاعب عديدة يواجهها المزارعون، أهمها التكاليف المرتفعة للري في ظل غلاء أسعار المحروقات وغلاء الأسمدة والأدوية، إذ يبلغ سعر كيس السماد أكثر من 160 ألف ليرة سورية، وفق ما أكده المزارع إبراهيم الذي يعمل في هذه الأرض عن طريق الاستئجار، وهو ما يزيد من المصاريف والكلفة عليه. طبعاً تكاليف البعض هي السماد أكثر شيء، والمازوت احنا هنا رينا كله على المتورات المازوت، عرفت علي؟ ما بيعدنا ري يصل للمنطقه هذه، احنا اخر الري للمنطقه هاي ما يصل نهائيا. وتكلفه السماد غاليه، يعني الكيس اليوم حقه الترابي 180، اليوريا 160 الف، يعني الفلاح بده يحط له يحط ما يقدر يحط اصلا. الحاج نجيب احنا نعوضه عن السماد الطبيعي. بدورهم يرى المهندسون الزراعيون في المنطقة أن غلاء أسعار الأدوية والأسمدة وجميع مستلزمات الزراعة أمور ستدفع العديد من المزارعين إلى العزوف عن الزراعة في حال عدم استجابة السلطات المحلية وإيجاد حلول تحافظ على الزراعة في المنطقة. بالنسبة للفلاح يعني حاليا عم يعاني الأمرين من الأسعار، لانه السنه هاي اسعار اغلى من العام الماضي، يعني غلاء شيء مو طبيعي. فعندنا البذور الهجين او مثل ما نقول الهجن، فلذلك البذور ما حد يتعامل معنا خالص. اسعار الادويه هاي السنه غاليه وعاليه جدا جدا بالنسبه لاسعار العام الماضي، يعني اغلى من الصيدليات. يعني اذا بدنا اقول لك يعني لو مو العيب سكر. مساع حثيثة من المزارعين في الرقة للاستمرار في عملهم ورفد الأسواق بالخضروات المبكرة مثل الخيار والطماطم والكوسة وغيرها، على الرغم من تجاهل المنظمات والجهات المعنية لمطالبهم والإسهام في تخفيف الأعباء عليهم عبر توفير البذور والأسمدة اللازمة لدفعهم نحو الاستمرار في الزراعة.